سيارة عجبتني، فيها مواصفات مليحة بارابور مع الشي اللي راه في السوق والغلاء اللي راه كاين. انا جينا لاميزو العمال على ربي، حتى هما قايمين بينا هنا ثاني في لاميزو، قايمين بينا مرحبا بينا وقايمين بينا. وسيارات واش من سيارة خير؟ تيغو دو برو. تيغو دو برو. وانت؟ هي كيفو كيفو. وي واش الحاجة اللي خلاتك تخيرو تيغو دو برو؟ لأن سيارة في مواصفات عالمية ورخيصة بالنسبة بارابور مع السوق، وهذه هي سيارة تاع خدمة نفعية سياحية فيها كلش. 200 مليون أنا سوقت للسوق، 200 مليون ما شريت ليش أكسون، 200 مليون ما شريت ليش أكسون. 2014 قال لي أهدر لي فوق 230، نشري واحدة جديدة فيها الجارونتي، سيارة نظيفة ظريفة تديني وين نحب والحمد لله.